ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا باعتبار السنن الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في تلك الأكوان في المنظور وفي غير المنظور، في عالم الشهادة وعالم الغيب، في كيفية اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة، فإنه سيتحول إلى رجل ما دام لغير هذه الخصائص التي خلقها الله له في الإذن له في أن يكون على هيئته كملك. وللبسنا عليهم ما يلبسون، إذن سنصل معهم مرة أخرى إلى الفكر غير المستقيم الذي جعلهم كافرين وحجبهم وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى بعدها: ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني سنة الله في علاقة الأنبياء بأقوامهم أنه عندما يكون هناك دعوة إلى الفكر المستقيم في مقابلة الفكر التلبيسي، فإنه يحدث الخروج عن الكلام إلى والبرهان إلى الاستهزاء. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذا انقطع البرهان بدأت السخرية، وهذا أيضا تأسيس لطريق الدعوة للمسلم. ينعي الله سبحانه وتعالى على كل أحد أن يسخر من الآخرين، وعلى ذلك يحرص المسلم ألا يستهزئ بالآخرين أبدا كجزء من دينه وجزء من طريقته للدعوة وجزء لا يتجزأ من وضعه مع الله سبحانه وتعالى. ولقد استهزئ برسل من قبلك، إذن فالاستهزاء بالناس والاستهزاء في الدعوة بالآخرين ليس من شأن المسلم أبدا، ولا يستطيع المسلم أن يفعل هذا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذه آية أخرى يرسم الله سبحانه وتعالى للمسلمين منهجهم وطريقهم إلى الله، وأنه ينبغي أن يكون مبنيا على العلم، وأن العلم له منهج، وأن هذا المنهج يبدأ بالمشاهدة وبالتجريب، وأن هذا المبدأ والمنهج ينبغي أن يكون مبنيا على الحقائق، وأن هذه الحقائق كما يقول الإمام الغزالي تنتهي إلى الحس، فكل العلوم تنتهي إلى الحس بلا واسطة أو بواسطة، فنهايتها إدراك الإنسان للعالم الذي حوله وهو يريد أن يعرف الحقيقة. ولذلك تعامل من خلال الدين مع هذا الكون على أنه كتاب الله المنظور، وأن القرآن هو كتاب الله المسطور، وأن الإنسان هو كتاب الله المقدور، وأن الكل من عند الله، فالله خلق الأكوان وأنزل القرآن وخلق الإنسان، وأن الكل لا يتناقض لأنه قد صدر من مصدر واحد سبحانه وتعالى. ومن هنا فليس هناك أي تناقض ولا تعارض ولا مخالفة بين ما يصل إليه العلم التجريبي وبين الحقائق الإيمانية القرآنية، ولا بين هذه الحقائق الربانية الصمدانية المتصلة بالإنسان في أصل عقيدة المسلمين. ولذلك لم ينفع أن تكون هناك مجادلة ولا مخاصمة
ولا معركة بين العلم والدين. قد يكون هناك مخاصمة بين العلم وبين بعض المسلمين، وارد، لأن هذا المسلم غير فاهم، هذا المسلم غير فاهم لأي شيء، فيصطدم مع الحقائق، يصطدم مع الكون، يصطدم مع الشرع، لأنه لا يفهم الشرع، وارد. لكن العلم والدين الإسلامي لم يكن هناك أي تناقض، وهذا الفرض أنه ليس هناك تناقض جزء من عقيدة المسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أمرنا بقراءتين، قراءة الأكوان وقراءة القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، يبقى هناك رحمن وهناك قرآن وهناك إنسان وهناك تعليم للبيان، ولكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان من عند الله لا يكون هناك فيه تناقض. هذه العقيدة تؤكدها هذه الآية.